إخواني أخواتي مشاهدي قناة الظاهرة الفلاحية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن اليوم إن شاء الله سنتحدث عن أسباب أو ما هي الأسباب التي تجعل ثمار التين تتساقط. إذن هذا السؤال دائما يطرح علي، إذن ما هي هذه الأسباب التي تجعل ثمار التين تتساقط؟ إذن بطبيعة الحال هناك مجموعة من الأسباب، إذن بطبيعة الحال هناك مجموعة من الأسباب. إذن فثمار التين تتساقط في فترتين أساسيتين، في فترتين أساسيتين، أي توجد الفترة الأولى والفترة الثانية، أو مرحلة أولى ومرحلة ثانية. إذن المرحلة الأولى التي تتساقط فيها الثمار هي مرحلة بداية نمو البراعم الثمرية، مرحلة بداية نمو البراعم الثمرية، حيث يكون قطرها حوالي 10 ملي متر، أي عندما تبدأ ظهور الثمار، أو كما نقول عليه علميا عقد الثمار. هذه مرحلة. المرحلة الثانية في منتصف عمرها، في منتصف عمرها، أي عندما يكون يصبح حجم الثمار متوسط أو قبيل نضجها، أو قبيل نضجها، أي عندما تبدأ تنضج. إذن فكذلك في هذه المرحلة تتساقط. إذن هذه المراحل، هذه المرحلتين، إذن سنلخصها إن شاء الله في خمسة أسباب، خمسة أسباب. إذن السبب الأول وهو بسبب التلقيح، بسبب التلقيح. بطبيعة الحال الأشجار الأنثوية أو أشجار التين الأنثوية تعطينا أزهار أنثوية، فهي تحتاج إلى أزهار ذكرية لتتم عملية التلقيح. وإن لم تتوفر الأزهار الذكرية وتتم عملية التلقيح، فبطبيعة الحال الثمار لا تتخصب وتسقط، أو كما نقول لا تنعقد الأزهار وتصبح ثمار وتتساقط. إذن هذا سبب أول. السبب الثاني وهو الجفاف، وهو الجفاف، خصوصا السنوات التي لا تسقط فيها الأمطار، خصوصا السنوات التي لا تسقط فيها الأمطار، فبسبب الجفاف تتساقط الثمار، أو كذلك بسبب السقي العشوائي أو السقي الغير منتظم. إذن وقد تحدثنا عن السقي الغير منتظم، قلنا أننا مثلا تقوم بالسقي بكمية ماء غير محدودة، مثلا تسقي بأربعون لتر خمسون لتر من الماء تسقي شجرة التين، ثم بعد شهر أو شهرين تقوم بعملية سقي أخرى بكمية ماء ربما أقل أو أكثر. إذن هذا هو السقي العشوائي أو السقي الغير منتظم. بطبيعة الحال قلت لكم أن السقي المنتظم هو أن نقوم بعملية السقي مثلا كل 3 أيام أو كل 4 أيام أو كل 5 أيام أو كل 10 أيام على حسب الإمكانيات أو حسب كمية المياه المتوفرة، لكن بشرط نقوم بسقي الشجرة بنفس كمية الماء. مثلا نسقي اليوم مثلا بنسقي الشجرة التين بخمسون لتر من الماء، بعد 3 أيام نسقي بنفس الكمية، بعد 3 أيام نسقي بنفس الكمية. هذا هو السقي المنتظم. إذن السبب الثالث يعود إلى اختلال التوازن الهرموني، إلى اختلال التوازن الهرموني، أي أن عندما تعقد أو الشجرة الزهور تتحول إلى ثمار، فهي تحتاج إلى غذاء، ونتيجة لانخفاض درجة الحرارة، خصوصا عند نهاية فصل الربيع ودخول فصل الصيف، ربما في النهار تكون درجة الحرارة مرتفعة، إذا في الليل تنخفض درجة الحرارة. إذا هذا السبب يؤدي إلى نقص هرمون أو نقص الغذاء للثمار. وبطبيعة الحال المزارع الكبرى فيقومون بمعالجة هذه المشكلة عن طريق الأقراص الهرمونية، عن طريق الأقراص
الهرمونية وبالتالي يمنعون تساقط الثمار. إذن وهناك سبب آخر وهو التربة السيئة الصرف. كيف نعرف أن التربة سيئة الصرف؟ عندما نضع حوض حول الشجرة ونقوم بريها فالماء يبقى لفترة طويلة، الماء يبقى لفترة طويلة، أو حتى في فصل الشتاء عندما نضع حوض حول الشجرة وتتساقط الأمطار يمتلئ الحوض، الحوض يبقى مملوء بالماء لفترة طويلة قد تصل إلى مدة 24 ساعة. نقول أن هذه التربة غير نافوذة، ربما تكون مثلا تربة غضارية. فالتربة كما نقول لا تشرب الماء، لا تسمح بالماء بالنفوذ، أي كما نقول تربة غير نافوذة. هذه التربة غير نافوذة بطبيعة الحال لا تسمح بالأكسجين بالوصول إلى الجذور، لا تسمح للأكسجين بالوصول إلى الجذور، وبالتالي إذن الجذور تحتاج إلى عنصر مهم في عملية التنفس، وبذلك لا تقوم بمهامها كاملة في امتصاص الماء ومختلف المغذيات. إذن والسبب الآخر وهو ذبابة التين أو ذبابة الفاكهة. كيف نعرف أن الشجرة مصابة بهذه الذبابة؟ إذن طبيعة الحال عندما تقترب الثمار من النضج أو أثناء النضج تتساقط الثمار، عندما نأتي بالثمار ونقوم بفتحها نجدها داخل في الداخل متعفنة وبها ديدان، هذا بسبب ذبابة الفواكه التي أو بذبابة التين التي وضعت البيض داخل الفاكهة، مما يؤدي إلى تعفنها وسقوطها. وبطبيعة الحال في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله سوف نشرح طريقة معالجة تعفن التين، سوف نشرح طريقة معالجة تعفن التين. وبطبيعة الحال عندما تصاب هذه الشجرة بالتعفن لا يمكننا أن نقوم بمعالجة آنيا الآن، لا، نقوم بالمعالجة إن شاء الله في فصل الخريف وفي بداية الربيع لكي نقضي على هذه الحشرة حتى المحصول السنة القادمة إن شاء الله إن كان الحياة بقية لا يصاب أو لا تصيبه هذه الحشرة التي أحيانا تقضي على جميع الثمار بنسبة 100%، أي لا تترك ثمرة بدون إصابتها. إذن بهذا إخواني أخواتي مشاهدي القناة تطهرك في الحياة، دائما لا تنسوا الاشتراك في القناة وخصوصا الضغط على الجام بقوة. إذن كلما كانت نسبة الضغط على الجام مرتفعة كلما كانت فيديوهاتنا مقترحة في منصة اليوتيوب، وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.